9 الضاد ويجب الحرص على إظهارها وما تتصف به من إطباق إذا وقعت ساكنة قبلتها نحو أفضتم لئلا تدغم فيها لتقاربهما في المخرج أو قبل طاء نحو اضطر لئلا تدغم فيها لتقاربهما مخرجا كالتاء كما يجب الحرص على ما تتصف به من استطالة وإظهار إذا وقعت قبل ظاء نحو أنقض ظهرك لئلا تشتبه بها في النطق أو تدغم فيها لتقاربهما مخرجا واتفاقهما صفة فيما عدا صفة الاستطالة الخاصة بالضاد دون الظاء. 10 الطاء ويجب الحرص على ما تتصف به من جهر وشدة واستعلاء وإطباق دون قلقلة إذا وقعت قبل تاء مضمومة نحو أحط أو مفتوحة نحو بسطة لئلا تدغم فيها إدغاما كاملا لاتحادهما في المخرج وإن كان هذا يعتبر إدغاما ناقصا لما فيه من بقاء صفات الطاء ظاهرة عدا القلقلة كأحد الوجهين الجائزين في قاف نخلقكم. 11 الظاء ويجب الحرص على ما تتصف به من صفتي الاستعلاء والإطباق كما يجب إظهارها خصوصا إذا وقعت قبل التاء نحو أوعرتا لئلا تضغم فيها لتقاربهما مخرجا. 12 الغين ويجب الحرص على سكونها إذا وقعت قبل مستعل مثلها نحو المغضوب. 13 الكاف ويجب الحرص على ما تتصف به من شدة خصوصا إذا وقع بعدها غير شديد نحو نكر أو تكررت نحو بشرككم. 14 اللام وفيما عدا لفظ الجلالة منها السابق حكم اللام الواقعة فيه في الدرس 20 يجب الحرص على ما تتصف به من استفال وما يترتب على ذلك من النطق بها واضحة مرققة دائمة خصوصا إذا ابتدأ بها نحو لله الأمر لئلا تختفي فيما بعدها من الحروف أو وقعت محركة قبل نون نحو لنا لئلا تنقلب نونا مثلها أو ساكنة نحو جعلنا لئلا تضغم فيها لتقاربهما في المخرج والصفات فيما عدا الانحراف الخاص باللام دون النون أو وقعت اللام قبل مفخم نحو وليتلطف وعلى الله وللضالين لئلا تفخم مثله فيزول استفالها. 15 الميم ويجب الحرص على ما تتصف به من استفال وترقيق خصوصا إذا وقعت قبل مفخم نحو مخمصة مرض لئلا تفخم مثله فيزول استفالها. 16 النون ويجب الحرص على سكونها إذا وقعت بين حرفين حلقيين نحو أنعمت لئلا تخفى في الثاني منهما لضعفها أو تتحرك للتخلص مما بعدها فيزول السكون. 17 الهاء ويجب الحرص على تصفيتها وإظهارها إذا وقعت بعد ياء نحو عليهم أو تكررت نحو جباههم لئلا تختفي بعد الياء أو عند تكررها لضعفها. الفرق بين الضاد والظاء وأما الفرق بين الضاد والظاء
فإنه من حيث المخرج عبارة عن أن الضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان مما يلي الأضراس العليا أي منهما معا، وأما الظاء فتخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا على ما تقدم تفصيلا في مخارج الحروف. ومن حيث الصفة فإن الضاد مستطيلة والظاء ليست كذلك. مواد الظاء الواردة في القرآن. وإذا أردت تحديد المواد الواقعة فيها الظاء لتعرف أن الواقع فيما عداها ضاد، فاعلم أن الظاء غير المستطيلة تقع في القرآن في 30 مادة متفق عليها، ومادة واحدة مختلف فيها. فأما المواد المتفق عليها فهي حسب ورودها في الجزرية كما يلي: 1- مادة الظعن بمعنى الرحيم في يوم ظعنكم فقط. 2- مادة الظل ضد الشمس والحر نحو لا الظل ولا الحرور. 3- مادة الظهيرة أي منتصف النهار في من الظهيرة بالنور وحين تظهرون بالروم فقط. 4- مادة العظمة نحو وهو العلي العظيم. 5- مادة الحفظ نحو وإنا له لحافظون. 6- مادة اليقظة ضد النوم في وتحسبهم أيقاظا فقط. 7- مادة الإنذار بمعنى التأخير نحو إنك من المنذرين. 8- مادة العظم المقابل للحم نحو فكسونا العظام لحما. 9- مادة الظهر المقابل للبطن نحو إلا ما حملت ظهورهما. ومنها الظهار بمعنى التحريم نحو يظاهرون من نسائهم. 10- مادة اللفظ بمعنى الطرح في ما يلفظ من قول فقط. 11- مادة ظهر مجردة أو مزيدة بمعانيها المختلفة كالوضوح والبيان نحو ما ظهر منها وما بطن ظهر الفساد أو الغلبة والانتصار نحو فأصبحوا ظاهرين أو الاطلاع والإحاطة نحو أظهره الله عليه أو المناصرة والمعاونة نحو وظاهروا على إخراجكم والملائكة بعد ذلك ظهير وغير ذلك من المعاني التي تدل عليها هذه المادة. 12- مادة اللظى أي النار في إنها لظى نارا تلظى فقط. 13- مادة الشواظ أي اللهب الذي لا دخان فيه في شواظ النار فقط. 14- مادة الكظم نحو وهو كظيم. 15- مادة الظلم نحو ولا يظلم ربك أحدا. 16- مادة الغلظة
ضد الميم، نحو غليظ القلب. السابع عشر مادة الظلمة، نحو أو كظلمات. الثامن عشر مادة الظفر بضم الظاء، في كل ذي ظفر فقط. التاسع عشر مادة الانتظار، نحو إنا منتظرون. العشرون مادة الظمأ أي العطش، نحو لا يصيبهم ظمأ. الحادي والعشرون مادة الظفر بفتح الظاء أي النصر، في من بعد أن أظفركم فقط. الثاني والعشرون مادة الظن، نحو بل ظننتم. الثالث والعشرون مادة الوعظ، نحو وهو يعظه. إلا عظيم بالحجر فإنها بالضاد. الرابع والعشرون مادة ظلة التي تفيد اتصاف الاسم بالخبر طول النهار إذا لم يتصل بها شيء، نحو ظل وجهه فنظل لها عاكفين. أو اتصل بها تاء المخاطب المفرد، نحو ظلت عليه عاكفا. أو تاء جماعة المخاطبين، نحو فظلتم تفكهون. أو واو الجماعة، نحو فظلوا فيه يعرجون. أو تاء التأنيث، نحو فظلت أعناقهم. أو نون النسوة، نحو فيظللن رواكد. الخامس والعشرون مادة الحظر بمعنى المنع، في محظورا بالإسراء فقط. السادس والعشرون مادة الاحتضار، في كهشيم المحتضر فقط. السابع والعشرون مادة الفظاظة بمعنى الشدة، في ولو كنت فظا فقط. الثامن والعشرون مادة النظر، نحو إلى ربها ناظرة. سوى يومئذ ناظرة بالقيامة، ونظرة وسرورا بالدهر، ونظرة النعيم بالمطففين فإنها بالضاد. التاسع والعشرون مادة الغيظ، نحو قل موتوا بغيظكم. سوى وغيظ الماء بهود، وما تغيظ الأرحام بالرعد فإنهما بالضاد. الثلاثون مادة الحظ بمعنى النصيب، نحو لذي حظ عظيم. أما الحظ على الطعام، نحو ولا يحض على طعام المسكين فإنها بالضاد. وأما المادة المختلف فيها فقرأت بالضاد المستطيلة كما هي قراءة حفص، وبالضاء غير المستطيلة في بدنين بالتكوير، وفيها يقول الجزري وفي بنين الخلاف سامي. وما عدا ذلك من المواد الواردة في القرآن المحتملة لأن تقرأ بالضاد أو الضاء فإنها بالضاد اتفاقا، نحو ضل منضود فاقض ما أنت قاض. أسئلة: واحد، ما المراد باستعمال الحروف؟ وما هي الحروف التي تجب مراعاة بعض صفاتها؟ وما الصفات التي تجب مراعاتها في كل منها؟ وما وجه التنبيه على مراعاتها في كل من هذه الحروف؟ اثنان، ما الفرق بين الضاد والظاء؟
وما مواد الظاء الواردة في القرآن المتفق عليها والمختلف فيها؟ تمارين: اقرأ أول سورة الحشر إلى قوله تعالى: أولئك هم الصادقون، وبين ما يحتاج من الحروف إلى مراعاة بعض صفاته مع بيان هذه الصفات ووجه مراعاتها في هذه الحروف بالذات. بين ما في الكلمات الآتية من الضاد والظاء كل على حدة: ولتنظر نفس والبغضاء، وظاهروا على إخراجكم الظالمون، غضب الله عليهم ومن أظلم، الفوز العظيم فأصبحوا ظاهرين. 3. مثل لكل من الحروف التي تجب مراعاة بعض صفاتها بثلاثة أمثلة، ولكل من الظاء والضاد بثلاثة أمثلة من مواد مختلفة. الدرس 23 في الوقف والابتداء. أهمية الوقف والابتداء وفوائدهما والأصل في ذلك. الوقف والابتداء من أهم موضوعات التجويد التي لا بد للقارئ من معرفتها ومن مراعاتها في قراءته ما أمكن، ومن إحاطته بالعلوم التي تبصره بهما وتجعله قادرا على تمييز ما جاز منهما مما لم يجز كعلوم التفسير وأسباب النزول والرسم العثماني وعد الآي والنحو والبلاغة، وذلك لما للوقف والابتداء من فوائد كثيرة للسامع والقارئ تتلخص في أمرين: أحدهما إيضاح المعاني القرآنية للمستمع كلما كان القارئ أقدر على تحري ما حسن من الوقف والابتداء في قراءته وما يوضح المعنى المراد وكلما حرص على ذلك، والثاني دلالة وقف القارئ وابتدائه على مدى ثقافته بعلوم القرآن واللغة. ولذلك يتفاوت القراء في تقدير درجات الوقوف جودة ورداءة تبعا لتفاوتهم في فهم القرآن ومقدار إحاطتهم بهذه العلوم. وقد أدرك المتقدمون ما للوقف والابتداء من أهمية وفوائد، حتى إنهم كتبوا كتبا خاصة بهما ككتابي التمهيد في الوقف والابتداء لابن هشام ومنار الهدى وغيرهما. والأصل في أهمية الوقف والابتداء ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث من أنه كان يقف على رؤوس الآي، وأنه كان يقطع قراءته فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ويقف، ثم يقول: الحمد لله رب العالمين، ويقف، ثم يقول: الرحمن الرحيم، ويقف، وهكذا. وأنه كان يقر أصحابه على مثل ذلك ويعلمه لهم. وأن عليا كرم الله وجهه سئل عن معنى قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فقال: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، والوقف هو حلية التلاوة وزينة القارئ وبلاغ التالي وفهم المستمع وفخر العالم. حكم الوقف شرعا: ثم إنه لا يوجد في القرآن وقف واجب يأثم القارئ بتركه، ولا وقف حرام يأثم القارئ بفعله، وإنما يرجع وجوب الوقوف وتحريمها إلى ما يقصده القارئ منها، وما يترتب على الوقف والابتداء من إيضاح المعنى المراد أو إيهام غيره مما ليس مرادا. وكل ما ثبت شرعا في هذا الصدد هو سنية الوقف على رؤوس الآي وكراهة تركه عليها وجوازه على ما عداها ما لم يوهم خلاف المعنى المراد. تعريف الوقف والوصل والسكت
والقطع ومحل كل منها. والوقف لغة الحبس والكف، واصطلاحا قطع الكلمة عما بعدها مقدارا من الزمن مع التنفس وقصد العودة إلى القراءة في الحال، ويقول في آخر السورة وفي آخر الآية وفي أثنائها، ولا يقوم وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما كالوقف على إن في فإن لم يستجيبوا لكم بهود. وقد يوجد وقفان متعاقبان في لفظين متواليين، إذا وقف على أحدهما لم يجز الوقف على الآخر، وهو ما يعرف بين القراء بتعانق الوقوف وتعاقبها، وذلك نحو لا ريب فيه بالبقرة: جزاء أعداء الله النار فصلت. فإنه يجوز الوقف في الأولى على كل من ريب وفيه، وفي الثانية على كل من لفظ الجلالة ولفظ النار، فإن وقف على أحدهما لم يجز الوقف على الآخر. هذا ولا يكون الابتداء إلا بمتحرك، كما لا يكون الوقف في الأصل إلا بالسكون المحض، وقد يكون بالروم أو الإشمام في الأحوال السابق بيانها في الدرس 18. وضد الوقف الوصل، أي وصل الكلمة بما بعدها دون تنفس، ويشبه الوقف السكت، وهو لغة المنع، واصطلاحا قطع الكلمة عما بعدها مقدارا قصيرا من الزمن قدر حركتين دون تنفس مع قصد العودة إلى القراءة في الحال، ولا يكون على ألف عوجا ومرقدنا ونون من راق ولام بل ران اتفاقا. وبين الأنفال وبراءة وعلى هاء مالية على أحد الأوجه الجائزة فيهما كما تقدم في أول الكتاب. ولا يكون في غير تلك الكلمات ولا في وسط الكلمة أبدا. ويشبه الوقف أيضا القطع، أي انتهاء القراءة، والقطع لغة الفصل والإزالة، واصطلاحا قطع الكلمة عما بعدها مقدارا طويلا من الزمن مع التنفس دون قصد العودة إلى القراءة في الحال، ولا يكون إلا في آخر السور أو رؤوس الآية على الأقل. فإذا عاد القارئ بعده إلى القراءة استحب له أن يستعيذ بالله عملا بقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أقسام الوقف في ذاته وتعريف كل منها ووجه تسميته باسمه وحكمه. ثم إن الوقف ينقسم في ذاته إلى ثلاثة أقسام: اضطراري واختباري بالباء الموحدة، واختياري بالياء المثنى. فأما الوقف الاضطراري فهو ما يعرض للقارئ أثناء قراءته بسبب ضرورة ملجئة إليه كالعطاس وضيق النفس، وسمي اضطراريا لأن سببه الضرورة والاضطرار. وحكمه أنه يجوز للقارئ الوقف على أي كلمة حتى تنتهي الضرورة التي دعته إليه، ثم يعود إلى الكلمة التي وقف عليها فيبتدئ بها ويصلها بما بعدها، ويستمر في قراءته إن صلح الابتداء بما وقف عليه، وإلا فبما قبله مما يصلح الابتداء به. وأما الوقف الاختباري فهو أن يقف القارئ على كلمة ليست محلا للوقف عادة في مقام التعليم لبيان حكمها من حيث القطع والوصل والحذف والإثبات ونحو هذا، أو للإجابة على سؤال طلب إليه به بيان شيء من ذلك. وسمي اختباريا لحصوله في بعض أحواله إجابة على اختبار، وحكمه الجواز على أن يعود إلى ما وقف عليه فيبتدئ به ويصله بغيره مما بعده، ويستمر في قراءته إن صلح الابتداء بما وقف عليه،
وإلا فبما قبله مما يصلح الابتداء به كالوقف الاضطراري تماما. وأما الوقف الاختياري فهو أن يقف القارئ على كلمة باختياره دون عروض ضرورة مرجئة للوقف، ولا تعليم حكم من الأحكام، ولا إجابة على سؤال يتطلبه، وسمي اختياريا لحصوله بمحض اختيار القارئ دون ضرورة ولا إجابة على اختيار، وحكمه أنه قد يعود إلى الابتداء بما وقف عليه فيصله بما بعده، أو يبتدئ بما بعد الكلمة التي وقف عليها على ما سيأتي بيانه تفصيلا. أقسام الوقف الاختياري. ثم إن الوقف الاختياري ينقسم إلى أربعة أقسام: تام وكاف وحسن وقبيح، لأنه إما أن يتم الكلام في ذاته ولا يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى فهو التام، وإما أن يتم الكلام في ذاته ويتعلق بما بعده معنى لا لفظا فهو الكافي، وإما أن يتم الكلام في ذاته ويتعلق بما بعده لفظا ومعنى فهو الحسن، وإما ألا يتم الكلام في ذاته فهو القبيح، وإما أن يتم الكلام ويتعلق بما بعده لفظا لا معنى وهو الصورة العقلية التي لم تذكر فلا وجود لها في الواقع، إذ لا يوجد كلام متعلق بما بعده في اللفظ دون المعنى، لأن تعلق الكلام بما بعده في اللفظ يقتضي تعلقه به في المعنى من باب أولى. والمراد بالتعلق في المعنى معروف، وهو ما يرجع فيه إلى علم التفسير والبلاغة ونحوهما. والمراد بالتعلق في اللفظ التعلق الإعرابي الذي يرجع فيه إلى القواعد النحوية، وإليك بيان أنواع الوقف الاختياري بالتفصيل فيما يلي. تعريف الوقف التام ووجه تسميته تاما وصوره وحكمه. أما الوقف التام فهو الوقف على كلام تام في ذاته غير متعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى، وسمي تاما لتمام الكلام به واستغنائه عما بعده، ويوجد غالبا في أواخر السور وأواخر القصص، كالوقف على الرحيم من قوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم في مواضعها الثمانية بالشعراء لانتهاء الكلام عندها عن قصة والبدء في قصة أخرى، وعند انقطاع الكلام على موضوع معين للانتقال إلى غيره، كالوقف على تعلمون من قوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون بالبقرة، لأنه نهاية الكلام على أحكام الطلاق وما بعده بدء في سرد أحكام أخرى. وصوره أربعة: لأنه قد يكون على رؤوس الآية كالمثالين السابقين، أو قريبا من رأس الآية كالوقف على قوله تعالى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم بالبقرة، أو في وسط الآية كالوقف على قوله تعالى كما يعرفون أبناءهم بالأنعام، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم بالنساء، وعلى قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة بالنساء أيضا، لأن هذا الجزء من الآية قد أنزل في وقت غير الذي أنزل فيه الجزء الآخر منها، وهو إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، على ما ذكره النيسابوري أو قريبا من أول الآية نحو مريبا لعنه الله وعليها ما اكتسبت. وهذا الوقف على كل حال هو أقل الوقوف الجائزة ورودا في القرآن، بينما هو أعلاها مرتبة، وحكمه أنه يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. تعريف الوقف الكافي ووجه تسميته كافيا وصوره وحكمه.
وأما الوقف الكافي فهو الوقف على كلام تام في ذاته متعلق بما بعده في المعنى دون اللفظ، وسمي كافية للاكتفاء به واستغنائه عما بعده. وصوره أربع، لأنه قد يكون على رؤوس الآية كالوقف على قوله تعالى لقد جئت شيئا إمرا، أو قريبا من رأس الآية كالوقف على قوله تعالى فمن الله عليكم فتبينوا، وعلى أبصارهم غشاوة، أو في وسط الآية كالوقف على قوله تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، لا أملك إلا نفسي وأخي، أو قريبا من أول الآية كالوقف على قوله تعالى وعلامات وبعثنا منهم 12 نقيبا. وحكمه أنه يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده كالتام، وهو أكثر الوقوف الجائزة ورودا في القرآن، وقد يتفاوت مقدار كفايته. فالوقف على قول تعالى وزلفا من الليل كافي، والوقف على قول تعالى يذهبنا السيئات أكثر كفاية منه، والوقف على قوله تعالى ذكرى للذاكرين أكثر كفاية منهما. الفرق بين التام والكافي. ثم إن الفرق بين الوقف التام والكافي غير محدد تحديدا منضبطا عند جميع القراء، كالفرق بينهما وبين الحسن والقبيح، لأن وجه الاختلاف بين التام والكافي تعلقه بما بعده في المعنى أولا، وهو أمر نسبي يرجع فيه إلى الأذواق في فهم المعاني واعتبار ما وقف عليه متعلقا بما بعده في المعنى أو مستغنيا عنه. ولذا تجد منهم من يعد بعض الوقوف الكافية في نظره غير تامة أو العكس. أما الفرق بين التام والكافي وغيرهما من الوقوف فليس محلا لهذا الاختلاف الكبير، لأنه يعتمد على تعلق ما وقف عليه بما بعده في الإعراب أولا، وهو أمر منضبط بعض الشيء أكثر من التعلق المعنوي. تعريف الوقف الحسن ووجه تسميته حسنا وصوره وحكمه. وأما الوقف الحسن فهو الوقف على كلام تام في ذاته متعلق بما بعده في اللفظ والمعنى معا، كأن يكون متبوعا وما بعده تابعا له، أو مستثنا منه وما بعده مستثنى، وسمي حسنا لأنه يحسن الوقف عليه. وصوره أربع، لأنه قد يكون على رؤوس الآي كالوقف على المؤمنين من قوله تعالى وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، أو قريبا من رأس الآية كالوقف على قوله تعالى قم الليل، أو في وسط الآية كالوقف على قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، أو قريبا من أول الآية كالوقف على قوله تعالى الحمد لله أول فاطر. وحكمه أنه يحسن الوقف عليه، ولا يجوز الابتداء بما بعده إذا كان الوقف على غير رأس آية اتفاقا، وإنما يعود القارئ إلى الكلمة التي وقف عليها فيبتدئ بها ويصلها بما بعدها إن صلح الابتداء بها، وإلا فبما قبلها مما يصلح الابتداء به. وأما إذا كان الوقف على رأس آية فإنه يسن الوقوف عليه كما تقدم، ولكن
لا يجوز الابتداء بما بعده اتفاقا إلا بثلاثة شروط، وهي: واحد، ألا يوهم الوقف على رأس الآية والابتداء بما بعده خلاف المعنى المراد. اثنان، أن يفهم مما بعد رأس الآية الموقوف عليه معنى. ثلاثة، ألا يكون ما بعد رأس الآية تابعا لمتبوع في الآية التي وقف على رأسها، وذلك كالوقف على ينقذون من قوله تعالى ولا هم ينقذون، والابتداء بما بعده وهو إلا رحمة منا، فإنه لا يوهم خلاف المعنى المراد ويفهم مما بعد رأس الآية معنى، وليس تابعا لمتبوع في الآية التي وقف على رأسها. أما إذا كان الوقف على رأس الآية والابتداء بما بعده يوهم خلاف المعنى المراد، كالوقف على قوله تعالى فويل للمصلين، فإنه يسن الوقف على رأس الآية ولا يجوز الابتداء بما بعده اتفاقا. وإن كان ما بعد رأس الآية الموقوف عليه لا يفهم منه معنى إذا ابتدأ به، كالوقف على قوله تعالى لعلكم تتفكرون، والابتداء بما بعده وهو في الدنيا والآخرة الذي لا يفيد معنى إلا إذا انضم إليه ما قبله، أو كان ما بعد رأس الآية الموقوف عليه تابعا لمتبوع في الآية الموقوف على رأسها نحو صراط الذين، فإنه بدل من الصراط المستقيم أو الموقوف عليه. فقد اختلف في جواز الابتداء بما بعد رأس الآية في كل من هاتين الحالتين أو لا، والظاهر من كلام الجزري وهو ما أستريح إليه جواز الابتداء بما بعد رأس الآية في هاتين الحالتين بصرف النظر عن كونه في إحداهما لا يفهم منه معنى وفي الأخرى تابعا لمتبوع في الآية الموقوف على رأسها، عملا بحديث تقطيع القراءة والوقف على رؤوس الآية والابتداء بما بعدها. تعريف الوقف القبيح ووجه تسميته قبيحا وصوره وحكمه. وأما الوقف القبيح فهو الوقف قبل أن يتم الكلام في ذاته، كالوقف بين الفعل وفاعله، والمبتدأ وخبره، والمضاف والمضاف إليه، ونحو ذلك. وسمي قبيحا لقبح الوقف عليه إلا لضرورة. وصوره أربع، لأنه قد يكون على رؤوس الآية كالوقف على قوله تعالى إن هؤلاء ليقولون، أو قريبا منه كالوقف على لفظ الجلالة من قوله تعالى فإن فاءوا فإن الله، أو في وسط الآية كالوقف على خير من قوله تعالى وما تفعلوا من خير، أو قريبا من أول الآية كالوقف على الحق من قوله تعالى الحق من ربك. وحكمه أنه لا يجوز الوقف عليه إلا لضرورة كضيق النفس، فإن وقف عليه ابتدأ بالكلمة التي وقف عليها إن صلح الابتداء بها، وإلا فبما قبلها مما يصلح الابتداء به. حكم الوقف والابتداء إذا أوهم أحدهما معنى شنيعا،
ومن الغاية في القبح الوقف الموهم معنى شنيعا كالوقف على قوله تعالى لا تقربوا الصلاة، أو بين النفي والإيجاب كالوقف على قوله تعالى وما من إله. وكذلك الابتداء بما يوهم معنى شنيعا كالابتداء بقوله تعالى غير الله يرزقكم، وحكم هذا النوع من الوقف والابتداء التحريم على من تعمده، فإن اعتقده كفر. الوقف الشاذ الذي لا يجوز. ومن الوقوف المنصوص عليها في بعض الكتب ما يجب تجنبه لشذوذه نظرا إلى إيهامه خلاف المعنى المراد، وإن رآه بعض الناس مقبولا لعدم تأمل المعنى المقصود من الآية في جملتها، وذلك كالوقف على قوله تعالى قرة عين لي ولك لا، وهو شاذ لا يجوز. بعض ما يصح الابتداء به والوقف على ما قبله وما لا يصح. ويلاحظ أنه مما يحصل الابتداء به والوقف على ما قبله غالبا لفظ إن بكسر الهمز وتشديد النون ما لم تقع بعد قول أو قسم في آيتها. ومما لا يصح الابتداء به والوقف على ما قبله لفظ أن بفتح الهمزة وتشديد النون ولكن بالتخفيف ولكن بالتشديد، إلا أن تكون لكن أو لكن في بدء آية، نحو لكن الراسخون في العلم، ونحو لكن هو الله ربي. هذا والدروس الأربعة الباقية من الكتاب كلها متعلقة بالوقف والابتداء لأهميتهما. أسئلة: واحد، ما أهمية الوقف والابتداء وما فوائدهما وما الأصل في ذلك وما حكم الوقف شرعا؟ اثنان، عرف كل من الوقف والوصل والسكت والقطع مع بيان محل كل منها، وما معنى تعانق الوقوف، وهل يكون الوقف والابتداء بالحركة أو بالسكون؟ ثلاثة، ما أقسام الوقف في ذاته وما تعريف كل منها ولماذا سمي باسمه وما حكمه؟ أربعة، اذكر أقسام الوقف الاختياري وعرف كل منها وبين وجه تسميته باسمه وصوره بالتفصيل. خمسة، أجب عما يأتي: ألف، لماذا كان الفرق بين التام والكافي غير محدد ولا منضبط كالفرق بينهما وبين الحسن والقبيح؟ باء، ما حكم الوقف والابتداء إذا أوهم أحدهما معنى شنيعا؟ وما هو الوقف الشاذ وما حكمه؟ جيم، ما يصح الابتداء به والوقف على ما قبله وما لا يصح؟ مثل لما تقول. تمارين: واحد، اقرأ سورة التغابن وبين ما فيها من الوقوف الجائزة بأنواعها المختلفة. اثنان، بين نوع الوقف وحكمه على الكلمات الآتية: وأحصل عدة، عرف بعضه وأعرض عن بعض، الذي خلق الموت والحياة، أن يبدلنا خيرا منها، ودا ولا سواعا، فلينظر الإنسان إلى طعامه، علمت نفس ما أحضرت،
قرة عين لي ولك لا. ثلاثة، مثل لكل من صور الوقوف الجائزة بمثال من غير ما تقدم. الدرس الرابع والعشرون، في إثبات حروف المد وحذفها عند الوقف عليها. ضرورة اتباع الرسم في الوقف على حروف المد إثباتا وحذفا. إثبات حروف المد وحذفها من خصائص الرسم العثماني المطلوب اتباعه شرعا، فيجب على القارئ معرفة الثابت والمحذوف منها رسما ليقف على ما ثبت رسما بالإثبات وما حذف بالحذف، لأن الوقف عليها كرسمها إثباتا وحذفا. ومعنى هذا أنه إذا أريد الوقف على كلمة آخرها حرف من حروف المد الثلاثة ألفا كان أو ياء أو واوا من بنية الكلمة أو لا نظر إليه، فإن كان ثابتا وصلا ورسما فإن الوقف عليه يكون بالإثبات كذلك، كالألف في قالا ربنا والياء في إني معكم والواو في قالوا خيرا. وإن كان محذوفا وصلا ورسما فإن الوقف عليه يكون بالحذف كذلك، كالألف في ولم يخش إلا الله وفيما الاستفهامية نحو فيما أنت والياء في ومن آياته الجوار والواو في ادعو إلى سبيل ربك. وإن كان ثابتا رسما لا وصلا فإنه يوقف عليه بالإثبات عملا بحالته في الرسم ودون نظر إلى حالته في الوصل، كالألف في أظنونا بالأحزاب والياء في منزل المؤمنين بالأنبياء والواو في برسل الناقة بالقمر. وإن كان ثابتا وصلا لا رسما فإنه يوقف عليه بالحذف عملا بحالته في الرسم ودون نظر إلى حالته في الوصل، كالواو في إنه هو، أي أن الوقف على الكلمات التي آخرها حرف مد ليس تابعا في الإثبات والحذف لحالتها في الوصل، وإنما هو تابع لحالتها في الرسم إثباتا وحذفا. وافق في ذلك رسمها لفظها أو لا. ويستثنى من هذه القاعدة ألف سلاسل بالدهر ويا آتانية بالنمل، فإن الأولى ثابتة الرسم والثانية محذوفة رسما، ويجوز في كل منهما مع ذلك عند الوقف عليه الإثبات والحذف، كما يستثنى من ذلك أيضا ألف ثمود بهود والفرقان والعنكبوت والنجم، فإنها ثابتة الرسم محذوفة وقفا على ما سيأتي بيانه. وفيما يلي تفصيل ما يثبت وما يحذف وقفا من حروف المد الثلاثة. أحوال إثبات الألف في الوقف دون الوصل وجوبا كرسمها، فأما الألف فإنها تثبت كرسمها وقفا لا وصلا في ثمان أحوال وجوبا، وهي: واحد، في كل ما ثبتت فيه رسما وحذفت منه وصلا للتخلص من التقاء الساكنين دون التفات إلى كونها من أصل الكلمة أو لا، نحو عن تلكما الشجرة كلتا الجنتين وقال الحمد لله الذي فضلنا. ثلاثة، وفي لفظ أيها حيث وقع في القرآن، نحو
يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أيها النبي، إلا في ثلاثة مواضع يجب الوقف على كل منها بحذف الألف تبعا لرسمها كذلك، وهي أيها المؤمنون بالنور، يا أيها الساحر بالزخرف، أيها الثقلان بالرحمن. ثلاثة، وفيما ثبتت فيه رسما لا وصلا من رؤوس الآي في الظنون، الرسول، السبيل، ثلاثتها بالأحزاب، قوارير، الأولى بالدهر، أما الثانية فمحذوفة وقفا ورسما ووصلا. أربعة، وفيما ثبتت فيه رسما لا وصلا بدلا من نون التوكيد الخفيفة في موضعيها الواردين في القرآن وهما ولا يكون من الصاغرين بيوسف لنسفعا بالناصية بالعلق. خمسة، أو بدلا من التنوين في كل اسم منصوب نحو شيئا اهبطوا مصر. ستة، وفي إذا المنونة نحو إذا لا بتغو. سبعة، وفي أنا الضمير نحو أنا أكثر منك مالا. ثمانية، وفي لفظ لكن هو الله ربي بالكهف. وجوب حذف الألف في الوقف على خلاف رسمها ووجهه، وتحذف الألف وقفا تبعا لحذفها وصلا رغم ثبوتها رسما على خلاف القاعدة المتقدمة في ثمود من قوله تعالى ألا إن ثمود كفروا ربهم بهود، وعادا وثمود وأصحاب الرس بالفرقان، وعادا وثمود وقد تبين لكم بالعنكبوت، وثمود فما أبقى بالنجم فقط، موافقة لمن يقرأها منونة إذا وقف عليها. جواز الإثبات والحذف في ألف سلاسلا وقفا ووجهه، ويجوز في ألف سلاسلا بالدهر فقط الإثبات والحذف وقفا مع مد المنفصل أربع أو خمس حركات، والحذف فقط مع قصره من طريقي المصباح وروضة ابن المعدل مع ثبوتها رسما لا وصلا. أما الإثبات فمتابعة للرسم وموافقة لقراءة من ينونها إذا وقف عليها، وأما الحذف فعلى خلاف القاعدة مع أنه أرجح من الإثبات مراعاة للوصل. حالة إثبات الياء في الوقف دون الوصل وجوبا كرسمها، وأما الياء فإنها تثبت كرسمها وقفا لا وصلا وجوبا في حالتين وهما: واحد، في كل ما ثبتت فيه رسما وحذفت منه وصلا للتخلص من التقاء الساكنين، وذلك في حاضر المسجد الحرام بالبقرة، محل الصيد بالمائدة، غير معجز الله موضعين بالتوبة، إلا آت الرحمن عبدا بمريم، والمقيم الصلاة بالحج، مهلك القرى بالقصص. وفي جميع هذه الكلمات يقول الشاعر ويا محلي حاضري مع مهلكي آت المقيم معجزي لا تتركي، أي لا تترك الياء وقفا في هذه الكلمات. اثنان، قوله تعالى أولي الأيدي والأبصار بسورة صاد، أما ذا الأيدي إنه أواب بالسورة نفسها فبالحذف تبع للرسم في كل منهما. حالة حذف الياء في الوقف كرسمها وجوبا، وتحذف الياء وقفا وجوبا تبعا لحذفها رسما في حالتين وهما: واحد،
إذا حذفت في الرسم والوصل للرواية نحو والليل إذا يسر وما يشبهها من الياءات الزوائد المحذوفة لحفص. اثنان، وإذا حذفت في الرسم والوصل للتخلص من التقاء الساكنين دون التفات إلى كونها من أصل الكلمة أو لا، وذلك في وسوف يؤتي الله المؤمنين بالنساء فلا تخشوهم واخشون بالمائدة ننجي المؤمنين بيونس بالوادي المقدس بسورة طه وإن الله لهاد بالحج على وادي النمل بالنمل الوادي الأيمن بالقصص بهادي العمي بالروم إردني الرحمن بسورة ياسين صال الجحيم بالصافات قل يا عباد الذين آمنوا بالزمر ينادي المناد بسورة قاف فما تغني النذر بالقمر وله الجوار بالرحمن الوادي المقدس بالنازعات الجوار الكنس بالتكوير جواز إثبات ياء آتان وحذفها في الوقف ووجهه ويجوز في ياء فما آتاني الله بالنمل الحذف والإثبات وقفا مع مد المنفصل 4 أو 5 حركات والحذف فقط مع قصره من طريقي المصباح وروضة ابن المعدل مع حذفها رسما. أما الحذف فمتابعة للرسم وهو الراجح، وأما الإثبات فعلى خلاف القاعدة ومراعاة لأنها توصل بياء مفتوحة. إثبات الواو وحذفها في الوقف وجوبا كرسمها، وأما الواو فإنها تثبت وقفا وجوبا في كل ما ثبتت فيه رسما وحذفت منه وصلا للتخلص من التقاء الساكنين دون التفات إلى كونها من بنية الكلمة نحو يمحو الله ما يشاء أو واو جماعة نحو جاب الصخر ونحوهما من كل ما في القرآن إلا المواضع 5 التالية وتحذف الواو وقفا فيما حذفت منه رسما ووصلا وذلك في ويدعو الإنسان بالإسراء ويمحو الله الباطل بالشورى ويدعو الداع بالقمر وصالح المؤمنين بالتحريم سندعو الزبانية بالعلقة. أسئلة: 1. ما هي القاعدة المتبعة في الوقف على حروف المد إثباتا وحذفا؟ وما الكلمات المستثناة من هذه القاعدة؟ وهل يوجد فرق بين كون حرف المد من أصل الكلمة أو زائدا عليها؟ مثل لما تقول. 2. ما أحوال إثبات الألف في الوقف دون الوصل؟ ومتى تحذف في الوقف والوصل مع ثبوتها في الرسم؟ وما وجه هذا الحذف؟ ومتى يجوز إثباتها وحذفها وقفا؟ وما وجه كل من الحذف والإثبات؟ 3. ما أحوال إثبات الياء في الوقف دون الوصل؟ وما أحوال حذفها في الوقف؟ ومتى يجوز إثباتها وحذفها وقفا؟ وما وجه هذا الجواز فيما يجوز فيه؟ 4. متى يجب إثبات الواو في الوقف؟ ومتى يجب حذفها؟ تمارين: 1. اقرأ سورتي التكوير والمطففين وبين ما فيهما من الكلمات المختومة بحرف مد ثابتا وقفا محذوف وصلا أو محذوف في الوقف والوصل. 2. بين ما يجب إثباته وما يجب حذفه من حروف المد الواقعة في أواخر الكلمات الآتية عند الوقف عليها: فهل الله الذين آمنوا فعقروا الناقة ننجي المؤمنين بيونس والأنبياء يمحو الله ما يشاء أيها المرسلون أن يؤتيني خيرا
إن يردني الرحمن أيها الثقلان. ثلاثة، مثل لكل من حروف المد الثلاثة بمثالين تخالف حالة الوقف على كل منها حالة الوصف. الدرس الخامس والعشرون في بيان المقطوع والموصول. المراد بالمقطوع والموصول وضرورة العلم بهما وما يترتب على القطع والوصل عند الوقف. المراد بالمقطوع كل كلمة مفصولة عن غيرها رسما ولغة كحيثما، والمراد بالموصول كل كلمة متصلة بغيرها رسما مفصولة عنها لغة نحو ويكأن، أو غير مفصولة نحو إلياس. والمقطوع هو الأصل والموصول فرع عنه، لأن الشأن في كل كلمة أن ترسم مقطوعة عن غيرها، والكلمات الموصولة ليست كذلك لاتصالها رسما وانفصالها لغة في بعض الأحوال. والقطع والوصل كالحذف والإثبات من خصائص الرسم العثماني المطلوب اتباعه، ولذا كان لابد للقارئ من معرفة المقطوع والموصول من الكلمات القرآنية ليقف على كل منها كرسمه في المصحف كلما أراد ذلك أو طلب منه على سبيل الاختبار، لأن الوقف كالرسم من حيث القطع والوصل، كما أن الوقف تابع للرسم في الحذف والإثبات على ما تقدم في الدرس السابق. ويترتب على هذا أنه إذا كانت الكلمتان المتلاقيتان مقطوعتين رسما اتفاقا فإنه يجوز الوقف على كل منهما، وإذا كانتا موصولتين اتفاقا فإنه لا يجوز الوقف إلا على الثانية منهما دون الأولى، وإذا كان مختلفا في قطعهما ووصلهما بين الرسام فإنه يجوز الوقف على كل منهما اعتمادا على القول بكونهما مقطوعتين، ويجوز الوقف على الثانية منهما دون الأولى اعتمادا على القول بأنهما موصولتان. ويستثنى من هذه القاعدة لفظ أيما تدعو بالإسراء فإنه مقطوع الرسم، ولكن لا يجوز لحفص الوقف فيه إلا على ما دون أي، خلافا لقاعدة الوقف على المقطوع والموصول، وذلك لروايتها عنه، والنص عليها كذلك دون غيرها. ثم إن كل كلمة قرآنية لا تخرج في الحقيقة عن كونها مقطوعة أو موصولة رسما، وإنما عنيت كتب التجويد والقراءات والرسم ببيان المقطوع والموصول من بعض الكلمات القرآنية لما قد يكون في رسمها من حيث القطع والوصل من الغموض الذي لا يوجد في البعض الآخر. وعلى هذا فسأكتفي هنا ببيان حكم ما نص عليه في أكثر هذه الكتب من هذه الكلمات قطعا ووصلا، وهي 42 كلمة دون غيرها من الكلمات الظاهر حكمها من حيث القطع والوصل ظهورا لا يحتاج معه إلى بيان، معتمدا على وضوحها من جهة وذكاء القارئ من جهة أخرى. أقسام المقطوع والموصول. وتنقسم الكلمات المراد بيان حكمها هنا من حيث القطع والوصل إلى 8 أقسام تأتي فيما يلي. القسم الأول مقطوع دائما باتفاق الرسام، وهو 5 كلمات، وهي 1 حيث مع ما في،
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة موضعين بالبقرة ولا يوجد غيرهما في القرآن. اثنان، أن بفتح الهمزة وسكون النون مع لم في ذلك أن لم يكن ربك بالأنعام، أن لم يره أحد بالبلد ولا يوجد غيرها في القرآن. ثلاثة، عن الجارة مع من بفتح الميم في ويصرفه عمن يشاء بالنور، عمن تولى بالنجم ولا يوجد غيرهما في القرآن. أربعة، أيا مع ما في أيا ما تدعو بالإسراء. خمسة، من الجارة إذا لم يكن بعدها مضمر ولا من بفتح الميم ولا ما، نحو مما لله من هذه القرية ومن الذين هادوا. القسم الثاني موصول دائما باتفاق الرسام وهو 19 كلمة، وهي: واحد، أما بفتح الهمزة والميم المشددة المفتوحة أيضا، نحو أما من استغنى. اثنان، كالوا معهم في وإذا كالوهم. ثلاثة، وزنوا معهم في أو وزنوهم، كلاهما بالمطففين. أربعة، لام التعريف مع ما بعدها، نحو السماوات والأرض. خمسة، هاء التنبيه مع ما بعدها، نحو ها أنتم. ستة، ياء النداء مع ما بعدها، نحو يا إبراهيم. سبعة، وي مع كأن في وي كأن الله يبسط وي كأنه لا يفلح الكافرون، كلاهما بالقصص. ثمانية، من الجارة مع من بفتح الميم، نحو ممن افترى. تسعة، من الجارة مع ما الاستفهامية في مما خلق بالطارق. عشرة، من الجارة مع الضمير، نحو منها خلقناكم. أحد عشر، أي مع ما في أيما الأجلين بالقصص. اثنى عشر، رب مع ما في ربما يود الذين كفروا بالحجر. ثلاثة عشر، كأن مع ما نحو كأنما يساقون إلى الموت. أربعة عشر، نعمنا في نعمنا هي بالبقرة، نعمنا يعظكم بالنساء فقط. خمسة عشر، مهما في مهما تأتنا به من آية. ستة عشر، إلياس في وإن إلياس لمن المرسلين. سبعة عشر، إلياسين في سلام على إلياسين بالصافات لا غير، في رواية حفص ومن يوافقه على قراءتها كذلك. ثمانية عشر، يوم مع إذ نحو وجوه يومئذ ناعمة. تسعة عشر، حين مع إذ في وأنتم حينئذ تنظرون بالواقعة. القسم الثالث مختلف فيه بين الرسام بين القطع والوصل، والقطع أرجح والوصل ضعيف جدا، وهو كلمة واحدة وهي لا تا مع حين في ولا تحين مناص بسورة صاد لا غير. القسم الرابع مقطوع في بعض مواضعه في القرآن اتفاقا، مختلف فيه بين الرسام في بعضها الآخر، والراجح القطع وهو كلمة واحدة، وهي أن بفتح الهمزة وسكون النون مع لو، وتقطع عنها اتفاقا في ثلاثة مواضع في القرآن، هي أن لو نشاء أصبناهم بالأعراف،
أن لو يشاء الله بالرعد، أن لو كانوا بسبب. واختلف الرسام في قطعها عنها ووصلها بها في موضع واحد، والراجح القطع وهو وأن لو استقاموا بالجن، ولا توجد أن لو في القرآن إلا في هذه المواضع الأربعة المتقدمة. القسم الخامس مقطوع في بعض مواضعه في القرآن، موصول في بعضها الآخر باتفاق الرسام، وهو ثمان كلمات، وهي واحد إن بكسر الهمزة وسكون النون مع ما، وتقطع عنها في موضع واحد وهو وإما نرينك بالرعد فقط، وتوصل فيما عدا ذلك نحو فإما نذهبا بالزخرف. اثنان عن الجارة مع ما الموصولة والاستفهامية، وتقطع عنها في موضع واحد في القرآن وهو عما نهوا عنه بالأعراف فقط، وتوصل فيما عدا ذلك نحو عما يعملون عما يتساءلون. ثلاثة أم بفتح الهمزة وسكون الميم مع من بفتح الميم وسكون النون، وتقطع عنها في أربعة مواضع في القرآن وهي أمن يكون عليهم وكيلا بالنساء، أمن أسس بنيانه بالتوبة، أمن خلقنا بالصافات، أمن يأتي آمنا بفصلت، وتوصل فيما عدا ذلك نحو أمن يبدأ الخلق. أربعة إن بكسر الهمزة وسكون النون مع لم، وتوصل بها في موضع واحد بالقرآن وهو فإن لم يستجيبوا لكم بهود، وتقطع عنها فيما عدا ذلك نحو فإن لم تأتوني به بيوسف. خمسة أن بفتح الهمزة وسكون النون مع لن، وتوصل بها في موضعين فقط في القرآن وهما ألن نجعل لكم موعدا بالكهف، ألن نجمع عظامه بالقيامة، وتقطع عنها فيما عدا ذلك نحو ألن ينقلب الرسول بالفتح. ستة كي مع لا، وتوصل بها في أربعة مواضع في القرآن فقط وهي لكي لا تحزنوا على ما فاتكم بآل عمران، لكي لا يعلم بالحج، لكي لا يكون عليك حرج بالأحزاب، لكي لا تأسوا على ما فاتكم بالحديد، وتقطع عنها فيما عدا ذلك نحو لكي لا يكون على المؤمنين حرج بالأحزاب. سبعة يوم معهم، وتقطع عنها في موضعين في القرآن فقط وهما يومهم بارزون بغافر، يومهم على النار يفتنون بالذاريات، وتوصل بها فيما عدا ذلك نحو يومهم الذي يوعدون. ثمانية لام الجر مع مجرورها، وتقطع عنها في أربعة مواضع في القرآن فقط وهي فما لهؤلاء القوم بالنساء، ما لهذا الكتاب بالكهف، ما لهذا الرسول بالفرقان، فما للذين كفروا بالمعارج، وتوصل بها فيما عدا ذلك نحو فما لأحد عنده بالليل. القسم السادس مقطوع في بعض مواضعه في القرآن اتفاقا، وموصول في بعض مواضعه اتفاقا، ومختلف فيه بين الرسام في بعض مواضعه، والراجح القطع وهو أربع كلمات وهي واحد أن بفتح الهمزة وسكون النون مع لا، وتقطع عنها في عشرة مواضع في القرآن اتفاقا، وهي حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، أن لا يقولوا على الله إلا الحق، كلاهما بالأعراف، أن لا ملجأ من الله إلا إليه بالتوبة، وأن لا إله إلا هو بهود، أن لا تعبدوا إلا الله الثاني بهود أيضا،
ألا تشرك بي شيئا بالحج، ألا تعبر الشيطان بسورة ياسين، وألا تعلو على الله بالدخان، على ألا يشركن بالله شيئا بالممتحنة، ألا يدخلنها اليوم بالقلم. واختلف الرسام في قطعها عنها ووصلها بها في موضع واحد في القرآن، والراجح القطع وهو ألا إله إلا أنت بالأنبياء، وتوصل بها فيما عدا ذلك اتفاقا، نحو ألا تعلو علي بالنمل. اثنان، من الجارة مع ما الموصولة، وتقطع عنها اتفاقا في موضعين فقط في القرآن، وهما فمما ملكت أيمانكم بالنساء، هل لكم مما ملكت أيمانكم بالروم. واختلف الرسام في قطعها عنها وصفها بها في موضع واحد في القرآن، والراجح القطع وهو وأنفقوا مما رزقناكم بالمنافقون، وتوصل بها فيما عدا ذلك اتفاقا، نحو مما تحبون. ثلاثة، في الجارة مع ما الموصولة والاستفهامية، وتقطع عنها اتفاقا في موضع واحد في القرآن فقط، وهو أتتركون فيما هاهنا آمنين بالشعراء. واختلف الرسام في قطعها عنها ووصلها بها في عشرة مواضع في القرآن، والراجح القطع وهي فيما فعلن في أنفسهن من معروف. الثاني بالبقرة، ليبلوكم فيما آتاكم بالمائدة والأنعام، فيما أوحي إلي بالأنعام أيضا، فيما اشتهت أنفسهم بالأنبياء، فيما أفضتم بالنور، فيما رزقناكم بالروم، فيما هم فيه يختلفون، فيما كانوا فيه يختلفون، كلاهما بالزمر، فيما لا تعلمون بالواقعة، وتوصل فيما عدا ذلك اتفاقا، نحو فيما كانوا فيه يختلفون بالنحل والجاثية، قالوا فيما كنتم بالنساء. أربعة، أين مع ما، وتوصل بها اتفاقا في موضعين فقط في القرآن، وهما فأينما تولوا بالبقرة، أينما يوجه بالنحل. واختلف الرسام في قطعها عنها ووصلها بها في ثلاثة مواضع فقط في القرآن، والراجح القطع وهي أينما تكونوا يدرككم الموت بالنساء، أينما كنتم تعبدون بالشعراء، أينما ثقفوا بالأحزاب، وتقطع عنها فيما عدا ذلك اتفاقا، نحو أينما كانوا بالمجادلة. القسم السابع مقطوع في بعض مواضعه في القرآن اتفاقا، وموصول في بعض مواضعه اتفاقا، ومختلف فيه بين الرسام في بعض مواضعه، والراجح الوصل، وهو ثلاث كلمات، وهي واحد، إن بكسر الهمزة وتشديد النون المفتوحة مع ما، وتقطع عنها اتفاقا في موضع واحد في القرآن فقط، وهو إنما توعدون لآت بالأنعام. واختلف الرسام في وصلها بها وقطعها عنها، والراجح الوصل في موضع واحد في القرآن أيضا، وهو إنما عند الله هو خير لكم بالنحل، وتوصل بها فيما عدا ذلك اتفاقا، نحو إنما المؤمنون إخوة. اثنان، أن بفتح الهمزة وتشديد النون المفتوحة مع ما، وتقطع عنها اتفاقا في موضعين في القرآن فقط، وهما وأنما يدعون من دونه هو الباطل بالحج، وأنما يدعون من دونه الباطل
الباطل بلقمان، واختلف الرسام في وصلها بها وقطعها عنها في موضع واحد في القرآن فقط، والراجح الوصل، وهو: واعلموا أنما غنمتم بالأمثال، وتوصل بها فيما عدا ذلك اتفاقا، نحو: اعلموا أنما الحياة الدنيا. ثلاثة: كل مع ما، وتقطع عنها اتفاقا في موضع واحد في القرآن فقط، وهو: من كل ما سألتموه بإبراهيم. واختلف الرسام بين وصلها وقطعها في أربعة مواضع، والراجح الوصل، وهي: كلما ردوا بالنساء، كلما دخلت أمة بالأعراف، كلما جاء أمة رسولها بالمؤمنون، كلما ألقي فيها فوج بالملك. وتوصل بها فيما عدا ذلك اتفاقا، نحو: كلما دخل عليها زكريا. القسم الثامن مقطوع في بعض مواضعه في القرآن اتفاقا، وموصول في بعض مواضعه اتفاقا، ومختلف فيه بين الرسام في أحد مواضعه، والراجح القطع، ومختلف فيه في أحد مواضعه، والراجح الوصل، وهو كلمة واحدة، وهي: بئس مع ما، وتوصل بها اتفاقا في موضعين فقط في القرآن، وهما: بئس ما اشتروا بالبقرة، بئس ما خلفتموني بالأعراف. واختلف الرسام في قطعه عنها وصلها بها، والراجح القطع في موضع واحد، وهو: ولبئس ما شروا به أنفسهم بالبقرة. واختلف الرسام في وصلها بها وقطعها عنها، والراجح الوصل في موضع واحد، وهو: قل بئس ما يأمركم بالبقرة. وتقطع عنها فيما عدا ذلك اتفاقا، نحو: فبئس ما يشترون. فهذه ثمانية أقسام للمقطوع والموصول اتفاقا واختلافا، تضمنت 42 كلمة قرآنية. أسئلة: واحد، ما المراد بالمقطوع والموصول، وأيهما أصل بالنسبة إلى الآخر، وما فائدة العلم بهما، وما الذي يترتب على كون الكلمة مقطوعة أو موصولة عند الوقف عليها؟ اثنان، ما هي الكلمات المقطوعة دائما باتفاق، وما هي الكلمات الموصولة دائما باتفاق، وما هي الكلمات المختلف دائما بين قطعها ووصلها؟ ثلاثة، ما حكم أن بفتح الهمز وسكون النون مع لو من حيث القطع والوصل؟ وما هي الكلمات المقطوعة في بعض مواضعها اتفاقا، والموصولة في بعض مواضعها اتفاقا دون خلاف في شيء من مواضعها، مع تحديد موضع أي من القطع أو الوصل في كل منها؟ أربعة، ما حكم كل من الكلمات الآتية من حيث القطع والوصل والاختلاف بينهما، مع تحديد مواضع أي من القطع أو الوصل وتحديد مواضع الاختلاف في كل منها؟ أن بفتح الهمزة وسكون النون مع لا، من الجارة مع ما الموصولة، في مع ما الموصولة والاستفهامية، أين مع ما، إن بكسر الهمزة، وأن بفتحها وتشديد النون فيهما مع ما، كل مع ما، بئس مع ما. تمارين: واحد، اقرأ سورتي البلد والليل وبين ما فيهما من الكلمات التي سبق بيان حكمها من حيث القطع والوصل. اثنان، بين المقطوع والموصول والمختلف فيه بين القطع والوصل في كل من الكلمات الآتية: أينما تكونوا يأتي بكم، قالوا فيما كنتم، وإما نرينك بيونس، عما يعمل الظالمون، ألا إله إلا أنت. بالأنبياء: أمن يجيب المضطر، إنما أموالكم مما رزقناكم. بالمنافقون:
وأن لو استقاموا بالجن يا أيها المدثر. 3. مثل لكل من المقطوع والموصول والمختلف بين قطعه وسطه بثلاثة أمثلة في كلمات مختلفة. الدرس 26 في بيان هاء التأنيث التي يوقف عليها بالتاء كرسمها في المصحف وملحقاتها. أقسام الكلمات المختومة بهاء التأنيث: الكلمات القرآنية المختومة بهاء التأنيث على 3 أقسام. قسم اتفق القراء على قراءته بالإفراد، وقسم اتفق القراء على قراءته بالجمع، وقسم مختلف بين القراء في قراءته إفرادا وجمعا. حكم الوقف على هاء التأنيث فيما اتفق على إفراده. فأما القسم الأول وهو ما اتفق على قراءته بالإفراد، فالأصل أن يوقف عليه بالهاء إذا كان مضافا إلى ظاهر وقبله مد، نحو وما هذه الحياة الدنيا، أو لا مد قبله نحو سنة الله بالفتح، أو غير مضاف إلى شيء وقبله مد نحو إن الصلاة، ونحو مناه من قوله تعالى ومناة الثالثة الأخرى بالنجم، أو لا مد قبله نحو رحمة من ربك بالدخان. وأما المضاف إلى ضمير وقبله مد نحو إن صلاتي ونسكي، أو لا مد قبله نحو ورحمتي وسعت كل شيء، فإنه لا يوقف على هاء التأنيث فيه بالهاء ولا بالتاء، بل لا بد من وصله بالضمير المضاف إليه الذي لا يمكن فصله عنه. المواضع التي يوقف لحفص فيها على هاء التأنيث بالتاء والكلمات المنحصرة فيها، ويستثنى من ذلك لحفص 41 موضعا في القرآن تنحصر في 13 كلمة يجب الوقف عليها بالتاء تبعا لرسمها في المصحف تاء، وذلك لأن الوقف على هاء التأنيث تابع للرسم في كونه بالهاء أو بالتاء كالوقف على الثابت والمحذوف من حروف المد والمقطوع والموصول على ما تقدم في الدرسين السابقين. وإليك بيان الكلمات 13 والمواضع المستثنات منها لحفص. 1. نعمة ويوقف عليها بالتاء كرسمها في 11 موضعا في القرآن، وهي واذكروا نعمة الله عليكم بالبقرة، واذكروا نعمة الله عليكم بآل عمران، اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم بالمائدة، بدلوا نعمة الله كفرا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كلاهما بإبراهيم، وبنعمة الله هم يكفرون، يعرفون نعمة الله، واشكروا نعمة الله، ثلاثتها بالنحل، تجري في البحر بنعمة الله بلقمان، اذكروا نعمة الله عليكم بفاطر، فما أنت بنعمة ربك بالطور. وما عدا ذلك من لفظ نعمة يوقف عليه بالهاء كرسمه وعلى الأصل، نحو وأما بنعمة ربك فحدث. 2. رحمة ويوقف عليها بالتاء كرسمها في 7 مواضع، وهي أولئك يرجون رحمة الله بالبقرة، إن رحمة الله قريب من المحسنين بالأعراف، رحمة الله وبركاته عليكم بهود، ذكر رحمة ربك بمريم، فانظر إلى آثار رحمة الله بالروم، أهم يقسمون رحمة ربك، ورحمة ربك خير مما يجمعون، كلاهما بالزخرف. وما عدا ذلك من لفظ رحمة يوقف عليه بالهاء كرسمه
وعلى الأصل نحو فبما رحمة من الله. ثلاثة، امرأة ويوقف عليها بالتاء كرسمها في سبعة مواضع أضيفت في كل منها إلى زوجها، وهي امرأة عمران بآل عمران، امرأة العزيز تراود فتاها، قالت امرأة العزيز كلاهما بيوسف، وقالت امرأة فرعون بالقصص، امرأة نوح، وامرأة لوط، امرأة فرعون، ثلاثتها بالتحريم. وما عدا ذلك من لفظ امرأة يوقف عليه بالهاء كرسمه وعلى الأصل نحو وإن امرأة خافت. أربعة، سنة ويوقف عليها بالتاء كرسمها في خمسة مواضع، وهي فقد مضت سنة الأولين بالأمثال، إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ثلاثتها بفاطر، سنة الله التي قد خلت في عباده بغافر. وما عدا ذلك من لفظ سنة يوقف عليه بالهاء كرسمه وعلى الأصل نحو سنة الله في الذين خلوا من قبل بالأحزاب. خمسة، لعنة ويوقف عليها بالتاء كرسمها في موضعين فقط، وهما فنجعل لعنة الله على الكاذبين بآل عمران، والخامسة أن لعنة الله عليه بالنور. وما عدا ذلك من لفظ لعنة يوقف عليه بالهاء كرسمه وعلى الأصل نحو أن عليهم لعنة الله. ستة، معصية ويوقف عليها بالتاء كرسمها في موضعين فقط، وهما ومعصية الرسول وإذا جاءوك، ومعصية الرسول وتناجوا، كلاهما بالمجادلة ولا يوجد غيرهما في القرآن. سبعة، كلمة ويوقف عليها بالتاء كرسمها في موضع واحد متفق بين القراء على إفرادها فيه، وهو وتمت كلمة ربك الحسنى بالأعراف. وفيما عدا هذا الموضع والمواضع التي اختلف بين القراء في إفرادها وجمعها منها على ما سيأتي بيانه يوقف عليها بالهاء نحو وكلمة الله هي العليا. ثمانية، بقية ويوقف عليها بالتاء كرسمها في موضع واحد، وهو بقية الله بهود. وما عدا ذلك من لفظ بقية يوقف عليه بالهاء كرسمه وعلى الأصل نحو وبقية مما ترك آل موسى. تسعة، قرة ويوقف عليها بالتاء كرسمها في موضع واحد، وهو قرة عين لي ولك بالقصص. وما عدا ذلك من لفظ قرة يوقف عليه بالهاء كرسمه وعلى الأصل نحو قرة أعين بالفرقان. عشرة، فطرة ويوقف عليها بالتاء كرسمها في موضع واحد لا يوجد غيره في القرآن، وهو فطرة الله بالروم. الحادي عشر، شجرة ويوقف عليها بالتاء كرسمها في موضع واحد في القرآن، وهو إن شجرة الزقوم بالدخان. وما عدا ذلك من لفظ شجرة يوقف عليه بالهاء كرسمه وعلى الأصل نحو على شجرة الخلد. الثاني عشر، جنة ويوقف عليها بالتاء كرسمها في موضع واحد في القرآن، وهو
وجنة نعيم بالواقعة، وما عدا ذلك من لفظ جنة يوقف عليه بالهاء نحو أن يدخل جنة نعيم. الثالث عشر ابنة، ويوقف عليها بالتاء كرسمها في موضع واحد لا يوجد غيره في القرآن، وهو ومريم بنت عمران بالتحريم. وهذه المواضع الواحد والأربعون المستثنات لحفص في وجوب الوقف عليها بالتاء كرسمها مما اتفق القراء على إفرادها من الكلمات القرآنية المختومة بهاء التأنيث كلها مضافة لظاهر. ما يلحق في الحكم بالمستثنيات السابقة لحفص من المواضع والكلمات المنحصرة فيها. أما ما يلحق عند حفص بالمستثنيات السابقة من هاء التأنيث التي اتفق القراء على إفرادها من حيث الوقف بالتاء كرسمها فسبعة عشر موضعا تنحصر في ست كلمات، وهي واحد يا أبتي في مواضعها الثمانية الواردة في القرآن، وهي يا أبتي إني رأيت، يا أبتي هذا كلاهما بيوسف، يا أبتي لما تعبد، يا أبتي إني قد جاءني، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف، أربعتها بمريم، يا أبتي استأجره بالقصص، يا أبتي افعل بالصافات. اثنان مرضات في مواضعها الأربعة المضافة في كل منها إلى الظاهر والتي لم يرد غيرها في القرآن مضافا لظاهر، وهي من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، كلاهما بالبقرة، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله بالنساء، تبتغي مرضات أزواجك بالتحريم. أما ما ورد منها مضافا لضمير نحو ابتغاء مرضاتي فلا يوقف عليها فيه لا بالتاء ولا بالهاء، وإنما يوقف على الضمير المضاف إليها والذي لا يمكن فصلها عنه. ثلاثة هيهات في موضعيها الواردين في القرآن، وهما هيهات هيهات بالمؤمنون. أربعة ذات، ويوقف عليها لحفص كأكثر القراء بالتاء كرسمها في موضع واحد في القرآن، وهو ذات بهجة بالنمل، وفيما عدا ذلك باتفاق كل القراء نحو ذات بينكم. خمسة ولات، ويوقف عليها بالتاء كرسمها في موضعها الوحيد الذي لم يرد غيره في القرآن، وهو ولا تحين مناص بسورة صاد. ستة اللات، ويوقف عليها بالتاء كرسمها في موضعها الوحيد الذي لم يرد غيره في القرآن، وهو أفرأيتم اللات والعزى بالنجم. حكم الوقف على هاء التأنيث فيما اتفق على جمعه. وأما القسم الثاني وهو ما اتفق على قراءته بالجمع لكل من القراء ولا يكون إلا جمع تكسير، فإن كان مضافا إلى ظاهر نحو لخزنة جهنم أو غير مضاف لشيء نحو أولئك هم الكفرة الفجرة، فإنه يوقف عليه بالهاء اتفاقا كنظيره من المفرد المختوم بهاء التأنيث المتفق بين القراء على إفراده وليس من المستثنيات السابقة. وإن كان مضافا إلى ضمير نحو وأفئدتهم هواء فإنه لا يوقف عليه بالهاء ولا بالتاء، وإنما يوقف على الضمير المتصل به الذي لا يمكن فصله عنه كنظيره من المفرد المختوم بهاء التأنيث المتفق بين القراء على إفراده
ولم يذكر هذا القسم في كتب التجويد لعدم الخلاف فيه بين حفص وغيره من القراء كما في القسمين الأول والثالث، وإنما ذكرته هنا تتميما للموضوع وللفرق بين ما أضيف منه إلى ظاهر وما لم يضف لشيء، وبين ما أضيف منه إلى ضمير في الحكم. المواضيع المختلف في إفرادها وجمعها والكلمات المنحصرة فيها. وأما القسم الثالث وهو مختلف بين القراء في إفراده وجمعه، فهو 12 موضعا تنحصر في 7 كلمات إليك بيانها. 1. كلمة وقد اختلف فيها القراء بين الإفراد والجمع في 4 مواضع، وهي: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا بالأنعام، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، كلاهما بيونس، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا بغافر. وما عدا ذلك فمفرد اتفاقا نحو إنها كلمة، أو مجموع اتفاقا نحو فتلقى آدم من ربه كلمات. 2. غيابة وقد اختلف القراء بين الإفراد والجمع في الموضعين الواردين في القرآن منها، وهما: وألقوه في غيابة الجب، أن يجعلوه في غيابة الجب، كلاهما بيوسف. 3. بينت وقد اختلف القراء في إفرادها وجمعها في موضع واحد في القرآن، وهو: فهم على بينة منه بفاطر. وما عداه فمفرد اتفاقا نحو حتى تأتيهم البينة، أو مجموع اتفاقا نحو بينات في صدور الذين أوتوا العلم. 4. جمالة وقد اختلف القراء بين الإفراد والجمع في الموضع الوارد في القرآن منها، وهو: كأنه جمالة صفر بالمرسلات. 5. آيات وقد اختلف القراء في إفرادها وجمعها في موضعين منها، وهما: آيات للسائلين بيوسف، آيات من ربه بالعنكبوت. وما عداهما فمفرد اتفاقا نحو إن آية ملكه، أو مجموع اتفاقا نحو قل إنما الآيات عند الله. 6. غرفات وقد اختلف القراء في إفرادها وجمعها في الموضع الوارد في القرآن منها، وهو: وهم في الغرفات آمنون بسبأ. 7. ثمرات وقد اختلف القراء في إفرادها وجمعها في موضع واحد، وهو: وما تخرج من ثمرات من أكمامها بفصلت. وما عداه فمفرد اتفاقا نحو كلما رزقوا منها من ثمرة، أو مجموع اتفاقا نحو ومن ثمرات النخيل. حكم الوقف لحفص على هاء التأنيث فيما اختلف في إفراده وجمعه. وهذه المواضع 12 التي اشتملت عليها الكلمات 7 المختلف بين القراء في إفرادها وجمعها، منها ما أضيف إلى ظاهر وهو 6 الأول، ومنها ما لم يضف لشيء وهو 6 الأخر، ومنها ما قرأه حفص بالإفراد وهو 8 الأول، ومنها ما قرأه بالجمع وهو 4 الأخر، ولكن الوقف له عليها جميعا يكون بالتاء اتفاقا، إلا كلمة بغافر وكلمة الثانية بيونس،
فيجوز الوقف له عليهما بالتاء أو بالهاء لرسمهما في بعض المصاحف بالتاء وفي بعضها بالهاء. والتاء أولى إلحاقا لهما بغيرهما من المواضع المختلف بين القراء في إفرادها وجمعها، والتي يقف حفص عليها جميعا بالتاء كرسمها في كل المصاحف. وزيادة على ذلك، فإن الأربعة الأخر من هذه المواضع جمع مؤنث سالم في رواية حفص يجب الوقف عليها بالتاء، وفي النص على وقف حفص عليها جميعا بالتاء يقول المتولي: وكل ما فيه الخلاف يجري جمعا وفردا فبتاء فدري. أسئلة: واحد، ما أقسام الكلمات المختومة بهاء التأنيث؟ وما حكم الوقف عليها فيما اتفق على إفراده من هذه الكلمات؟ وما القاعدة المتبعة في الوقف على هاء التأنيث؟ اثنان، ما هي الكلمات التي يقف حفص على هاء التأنيث فيها بالتاء دائما أو في بعض مواضعها في القرآن فقط؟ وما هذه المواضع تفصيلا؟ وما المضاف منها وما غير المضاف؟ ثلاثة، ما حكم الوقف على هاء التأنيث فيما اتفق على جمعه من الكلمات المختومة بها؟ وما المواضع المختلف في إفرادها وجمعها والكلمات المنحصرة فيها؟ وما حكم الوقف لحفص على هاء التأنيث في هذه المواضع؟ وما المضاف منها وما غير المضاف؟ وما الذي قرئ لحفص منها بالإفراد وما الذي قرئ بالجمع؟ تمارين: واحد، اقرأ قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، إلى قوله ضيزا، واقرأ سورة التحريم وبين ما في هذه الآيات وما في سورة التحريم مما رسم من هاء التأنيث بالهاء أو بالتاء، وحكم الوقف لحفص على كل منها. اثنان، بين ما يوقف لحفص عليه بالهاء أو بالتاء من هاءات التأنيث الواردة في الكلمات الآتية: فهي كالحجارة يرجون رحمة الله، اللعنة الله على الظالمين، حقت عليهم كلمة ربك، يا أبت وما بكم من نعمة فمن الله، هدى ورحمة للمحسنين، فإن الجنة هي المأوى. ثلاثة، مثل لكل من المتفق على إفراده من هاء التأنيث والمتفق على جمعه والمختلف بين إفراده وجمعه منها بثلاث أمثلة. الدرس 27 في همزتي الوصل والقطع، تعريفهما ووجه تسمية كل منهما باسمه. الهمزات الواردة في القرآن لا تخرج عن كونها إما همزة وصل وإما همزة قطع. فأما همزة الوصل فهي التي تثبت ابتداء وتسقط وصلا، وسميت همزة وصل لأنه يتوصل بها إلى الساكن الواقع في ابتداء الكلام عند إرادة النطق به، وذلك لأن الأصل في الوقف في غير حالة الروم أن يكون بالسكون، والأصل في الابتداء أن يكون بالحركة على ما تقدم في الوقف والابتداء. فإذا وقع ساكن في أول الكلمة التي يراد الابتداء بها فلا بد من الإتيان بهمزة وصل للتوصل بها إليه. وأما همزة القطع فهي التي تثبت ابتداء ووصلا، وسميت همزة قطع لأنها تقطع بعض الحروف عن بعض عند النطق بها. الفرق بينهما وصورهما: ولا تكون همزة الوصل إلا في أول الكلمة المبتدأ بها، ولا تكون إلا متحركة بفتح نحو الله، أو بكسر نحو اقرأ، أو بضم نحو ادعو،
ولا تكون في وسط الكلمة ولا في آخرها، بل ولا تكون ساكنة في أولها، لأن الساكن لا يبتدأ به. أما همزة القطع فإنها تأتي في أول الكلمة مفتوحة نحو أعطيناك، أو مكسورة نحو إنا، أو مضمومة نحو أوتوا، لا ساكنة، إذ الساكن لا يبتدأ به كما تقدم. وكذلك تأتي في وسط الكلمة مفتوحة نحو قرآن، أو مكسورة نحو سئلت، أو مضمومة نحو الموؤودة، أو ساكنة نحو وبئر. وفي آخر الكلمة مفتوحة نحو شاء، أو مكسورة نحو قروء، أو مضمومة نحو يستهزئ، أو ساكنة نحو إن نشأ. وتقع همزة الوصل في كل من الاسم والفعل والحرف في مواضع معينة سيأتي تفصيلها. أما همزة القطع فإنها تقع في كل من الاسم والفعل والحرف مطلقا. الأسماء المبدوءة بهمزة الوصل لغة، والوارد منها في القرآن، وتثنية بعضها وإضافة بعضها إلى العشرة أحيانا. ثم إن همزة الوصل لا تقع في الأسماء من حيث اللغة إلا في 12 اسما، منها 9 واردة في القرآن، وهي: 1- المصدر من كل فعل ماض خماسي أي مكون من 5 أحرف نحو افتراء. 2- المصدر من كل فعل ماض سداسي أي مكون من 6 أحرف نحو استكبارا. 3- ابن بالتذكير نحو إن ابني من أهلي. 4- ابنة بالتأنيث نحو ابنة عمران. 5- امرؤ بالتذكير نحو ما كان أبوك امرأ سوء، كل امرئ إن امرؤ. 6- امرأة بالتأنيث نحو وإن امرأة. 7- 2 بالتذكير نحو لا تتخذوا إلهين 2. 8- 2 بالتأنيث نحو فإن كانت 2. 9- اسم نحو سبح اسم ربك. وقد يأتي كل من لفظي ابنة وامرأة بالتأنيث مفردا كالمثالين السابقين لهما، ومثنى نحو ابنتي هاتين، ونحو فرجل وامرأتان. وقد يأتي كل من لفظي 2 بالتذكير واثنتين بالتأنيث غير مضاف لكلمة أخرى كالمثالين السابقين لهما، أو مضافا للفظ العشرة لكن تحذف النون الأخيرة منهما في هذه الحالة للإضافة، ويكون ما قبلها ألفا في حالة الرفع، أو ياء في حالة النصب فقط دون الجر، إذ لا يوجدان مجرورين مع إضافتهما للعشرة في القرآن نحو 12 شهرا، 12 نقيبا، 12 عينا، 12 أسباطا، وما عدا هذه الألفاظ الأربعة مما سبق ذكره فلم يثنى ولم يضف إلى العشرة.
وأما الثلاثة الباقية الواردة في اللغة دون القرآن فهي لفظ است أي الدبر، ولفظ ابن من أي ابن بزيادة الميم، ولفظ أيمن بمعنى القسم نحو أيمن الله لأفعلن الخير. وقد اختلف في لفظ أيمن، فقيل إنه اسم وقيل إنه حرف، والراجح أنه اسم. حكم البدء بهمزة الوصل في الأسماء، ويبتدأ بهمزة الوصل في ذلك كله ما ورد منه في القرآن وما لم يرد مكسورة وجوبا. الأفعال المبدوءة بهمزة الوصل وحكم البدء بها في هذه الأفعال، ولا تقع همزة الوصل في الأفعال في القرآن ولا في غيره من اللغة إلا في الفعل الماضي الخماسي نحو اصطفى، أو السداسي نحو استسقى. والأمر من كل فعل ماض ثلاثي أي مكون من ثلاثة أحرف نحو انظر، والأمر من كل فعل ماض خماسي نحو انطلقوا، والأمر من كل فعل ماض سداسي نحو استغفروا ربكم، فلا تأتي همزة الوصل في المضارع أبدا ولا في الماضي الثلاثي أو الرباعي ولا في الأمر من الماضي الرباعي. والعبرة في عدد الحروف بالفعل الماضي دون غيره. ويبتدع بهمزة الوصل في هذه الأفعال كلها ماضية كانت أو أمرا مضمومة وجوبا إن كان ثالث الفعل مضموما ضما لازما نحو استهزئ، أدعو، أضطر، أخرج. أما إذا كان ثالث الفعل مفتوحا نحو استغفر لهم، أو مكسورا نحو انطلقوا استغفروا، أو كان مضموما ضما عارضا وذلك في فأتوا ثم قضوا وامضوا قالوا ابنوا أنمشوا أنغدوا، التي لم يقع غيرها في القرآن، فإنه يبتدأ بهمزة الوصل في ذلك كله مكسورة وجوبا. والدليل على عروض ضم الثالث فيما تقدم من فأتوا ثم قضوا وما بعدهما مما ذكر، أنك لو خاطبت بأحد هذه الأفعال المفردة أو الاثنين فقلت فأتي أو فأتيا أو اقضي أو اقضي، فإنه يزول الضم مما يدل على عروضه وكونه غير لازم كالضم في نحو انظر، التي لو خاطبت بها المفرد أو الاثنين أو الجماعة فإن ضم الثالث منها لا يزول في ذلك كله. الحروف المبدوءة بهمزة الوصل وحكم البدء بها في هذه الحروف، ولا تقع همزة الوصل في الحروف في القرآن إلا في ال نحو الشمس والقمر، ولا في غيره من اللغة إلا في أيمن على القول بحرفيتها وهو ضعيف. ويبتدأ بهمزة الوصل في ال مفتوحة وجوبا، ولا تفتح في غيرها مما ورد في القرآن، فتلخص وجوب فتح همزة الوصل في ال فقط، وضمها في الفعل المضموم ثالثه ضما لازما، وكسرها فيما عدا ذلك من الأسماء والأفعال المبدوءة بهمزة الوصل. أحكام همزتي الوصل والقطع. ثم إن همزة الوصل إن وقعت بعد همزة استفهام وجب حذفها، وذلك في قل اتخذتم عند الله عهدا بالبقرة، اطلع الغيب بمريم،
أفترى على الله كذبا بسبب، أصطفى البنات بالصافات، أستكبرت بصورة صاد، أستغفرت لهم بالمنافقون. ولا يوجد غيرها لحفص في القرآن، إذ أصلها جميعا أأتخذتم، أأطلع، أأفترى، أأصطفى، أأستكبرت، أأستغفرت. فحذفت همزة الوصل لوقوعها بعد همزة الاستفهام تخفيفا، وذلك كله إذا لم تكن بعد همزة الوصل لام تعريف، ولا يكون ذلك إلا في الذكرين الآن الله. أما إذا وقع بعدها لام تعريف كما في هذه الكلمات فإنه لا يجوز حذف همزة الوصل لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر فيتغير المعنى تبعا لذلك، وإنما تبدل ألفا وتمد مدا لازما، أو تسهل بين الهمزة والألف بلا مد مع توسط المنفصل، وتبدل ألفا مع المد فقط، ولا يجوز تسهيلها بلا مد مع قصر المنفصل على ما تقدم بيانه تفصيلا في الدرس 17. ويجوز الابتداء بالاسم الفسوق بالحجرات بالهمز أو باللام فقط دون همز، والأول أولى. وأما حكم همزة القطع فتحقيقها دائما حيث وقعت بعد همزة استفهام نحو أأنذرتهم، أو لا نحو وإذا أردنا، إلا في الهمزة الثانية من لفظ أعجمي بفصلت، فإنها تسهل بين الهمزة والألف وجوبة على ما تقدم في استعمال الحروف. أسئلة: 1. ما همزة الوصل؟ وما همزة القطع؟ وما وجه تسمية كل منهما باسمه؟ وما الفرق بينهما؟ وما صورهما؟ 2. ما هي الأسماء المبدوءة بهمزة الوصل؟ وما الوارد منها في القرآن وما لم يرد؟ وما الذي قد يثنى منها في بعض الأحيان؟ وما الذي قد يضاف منها إلى العشرة أحيانا؟ وما حكم البدء بهمزة الوصل في هذه الأسماء؟ 3. ما هي الأفعال المبدوءة بهمزة الوصل؟ وما حكم البدء بها في هذه الأفعال؟ وما هي الحروف المبدوءة بهمزة الوصل؟ وما حكم البدء بها في هذه الحروف؟ 4. متى يجب حذف همزة الوصل وما علته؟ ومتى يجوز إبدالها وتسهيلها وما علة ذلك؟ ومتى يجب إبدالها دون تسهيلها؟ وكيف يبتدأ بلفظ الاسم بالحجرات؟ ومتى تحقق همزة القطع؟ ومتى تسهل؟ تمارين: 1. بين ما في صورة العلق من همزتي الوصل والقطع، واذكر حكم البدء بها إن كانت همزة وصل. 2. بين همزة الوصل والقطع وحكم البدء بهمزة الوصل في كل من الكلمات الآتية: إن الله اشترى، ارجع إليهم، اتل ما أوحي إليك من الكتاب، أن اغدوا على حرثكم، سبح اسم ربك الأعلى. 3. مثل لهمزة الوصل التي يجب البدء فيها بالفتح، والتي يجب البدء فيها بالكسر، والتي يجب البدء فيها بالضم، ولهمزة الوصل المحذوفة وجوبا، ولهمزة الوصل المبدلة ألفا، ولهمزة القطع المسهلة، كل بمثال واحد. تمرينات عامة على ما تقدم من الأحكام في جميع الدروس السابقة.
التمرين الأول. اقرأ سورتي القدر والتكاثر وما بينهما من السور وبين ما فيها جميعا مما يأتي. 1- ما يجوز وما لا يجوز من أوجه ما بين السورتين. 2- ما يجوز وما لا يجوز من أوجه التكبير وصيغه مع قصر المنفصل بين السورتين. 3- أحكام النون الساكنة والتنوين. 4- حرف الغنة المشدد المتصل والمنفصل ومرتبة الغنة فيهما وفي غيرهما من مراتب الغنة. 5- أحكام الميم الساكنة. 6- أنواع اللام الساكنة وحكم كل منها. 7- مخرج وصفات كل من الحرفين المتلاقيين إذا كانا مثلين أو متقاربين أو متجانسين. التمرين الثاني: بين ما في سورتي العصر والناس وما بينهما من السور من حيث الأحكام الآتية: 1- أنواع المدود ومقاديرها وأسباب وأحكام ومراتب المد الفرعي منها. 2- الحروف المفخمة ومرتبتها في التفخيم الخاصة والعامة. 3- الحروف التي تفخم أحيانا وترقق أحيانا. 4- الراء المرققة اتفاقا والمفخمة اتفاقا والمفخمة عند الحصري وموافقيه. 5- الحروف التي يلزم في استعمالها مراعاة بعض الصفات والصفات التي تلزم مراعاتها بالنسبة إلى كل من هذه الحروف. التمرين الثالث: مثل لكل مما يأتي: النون الشبيهة بالتنوين، الإظهار المطلق، لام الحرف ولام الأمر، المد الطبيعي الثنائي، الأمور الملحقة بالمد العارض للسكون، المد اللازم بأقسامه المختلفة، الراء التي يجوز ترقيقها وتفخيمها والترقيق أولى، الراء التي يجوز تفخيمها وترقيقها والتفخيم أولى، ضاد وضاء متلاقيين مع بيان مخرج كل منهما وصفاته، أنواع الوقف والابتداء الجائزة وغير الجائزة، حرف مد واجب الإثبات وصلا ووقفا، حرف مد واجب الحذف وصلا ووقفا ورسما، حرف مد واجب الإثبات وقفا لا وصلا، حرف مد واجب الإثبات وصلا لا وقفا، حرف مد واجب الحذف وصلا ووقفا مع ثبوته رسما، حرف مد ثابت رسما محذوف وصلا جائز الحذف والإثبات وقفا، حرف مد محذوف رسما ثابت وصلا جائز الحذف والإثبات وقفا، المقطوع والموصول بأقسامه المختلفة، هاء التأنيث الموقوف عليها بالتاء في أقسامها المختلفة، همزة الوصل والقطع المفتوحتين والمكسورتين والمضمومتين عند الابتداء، همزة الوصل التي يجوز إثباتها وحذفها عند الابتداء بها. خاتمة: في بيان بعض الأمور المحرم فعلها في القراءة وأحوال السلف الصالح عند ختم القرآن، بعض الأمور المحرم فعلها في القراءة مما تجب ملاحظته البعد عما ابتدعه القراء في هذه الأيام من أمور محرم فعلها في القراءة، كعدم الاعتناء بتجويد الحروف وعدم التحري في الابتداء والوقوف والتعسف أو الميوعة في أداء الحروف القرآنية مما يؤدي إلى خروج الحرف من غير مخرجه وعدم اتصافه بالصفات اللازمة له وانصراف القارئ عن العناية بلفظ القرآن ومعناه حين قراءته أمام الناس إلى العناية بالأنغام والتطريب، بل وبنقل بعض أنغام الأغاني الخليعة إلى ما يقرأه من القرآن ليستجلب رضا المخلوقين عنه دون الخالق، وظهوره في بعض الأحوال في قراءته بمظهر الخاشع الحزين بقصد الرياء أو مدح الناس له،
وتلقيصه المدود والغنم وتلاعبه فيها مما يؤدي إلى نقصها أو زيادتها عن القدر المقرر لها في التجويد، وادعائه العلم بروايات غير حفص وقراءته بها خطأ دون تلق ولا توقيف، وتنفسه أثناء القراءة متذرعا بالسكتات الواردة في بعض الروايات، وجمع بعض الروايات للآية الواحدة أو الجزء منها دون تنفس بين الرواية والأخرى. ومن البدع المحرمة في القراءة أيضا قراءة بعض الناس مجتمعين لشيء من القرآن بصوت واحد كما يحدث في المقابر وبعض المساجد، لما يؤدي إليه ذلك من بدء أحدهم بجزء من الآية وإكمال الآخر لها، الأمر الذي يتنافى مع قدسية القرآن وجلاله. أدعو الله لي ولكل مبتل بشيء من هذه المحرمات أن يغفر الله لنا ما مضى، وأن يوفقنا للصواب، وإلى تلاوة القرآن على الوجه الذي يرضاه ربنا وأنزله به على رسولنا فيما بقي من عمرنا. أحوال السلف الصالح عند ختم القرآن. كان بعض السلف الصالح إذا ختم القرآن أمسك عن الدعاء اكتفاء بما في القرآن منه، ولجأ إلى الاستغفار مع الخجل والحياء اعترافا بالتقصير وخوفا من الله. ومنهم من كان إذا ختم القرآن أردف الختام مباشرة بقراءة فاتحة الكتاب وأول البقرة حتى قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، رجاء أن يكون مثلهم. ومنهم من كان إذا ختم القرآن دعا بما شاء من الأدعية أو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ختم القرآن، وهو اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، ناصيتنا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله لنا شفاء وهدى وإماما ورحمة، وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا، ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عاصيا إلا عصمته، ولا فاسدا إلا أصلحته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها في يسر منك وعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإلى هنا تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه كتاب العميد في علم التجويد، مشتملا على ما أفاض الله به علي من هذا العلم الجليل حين تأليفه،
وقد رأيت فيه التحري والتدقيق في كل موضوعاته مع التبسيط في أسلوبه قدر جهدي ليعم نفعه كل المعنيين بالقرآن وتجويده. فلا يلومنني أحد على ما قد يكون فيه من قصور، وليتداركه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وإني لأرجو الله لي ولكل من قرأه حسن الختام والتوفيق على الدوام، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، فإنه خير مرجو وأكرم مسؤول. وأوصيك أيها القارئ لهذا الكتاب بتقوى الله، وألا تنساني من صالح الدعوات في حياتي وبعد الممات، وبمدارسة القرآن وأحكامه وتعليمها لكل من أتاك راغبا، وأن تخفض جناحك لمن قصدك لهذا طالبا، وألا يدفعك علمك بما في هذا الكتاب أو غيره إلى التعالي على إخوانك أو تسفيههم. والله يرشدني ويوفقني وإياك إلى ما فيه الخير دائما. ونسألك اللهم يا ربنا ألا تشمت أعداءنا بدائنا، وأن تجعل القرآن العظيم شفاءنا ودواءنا، وأن تمنحنا به علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء من الأدواء الظاهرة والخفية، وأن تغسل به قلوبنا وتملأها من خشيتك، وأن تجعله إمامنا في الدنيا وشفيعنا في الآخرة، وأن ترضينا وترضى عنا، وأن تعيننا على طاعتك، وأن توفقنا إلى ما تحبه وترضاه منا دائما يا رب العالمين، فإنك على ذلك قدير. وكان الفراغ من تأليف هذا الكتاب ليلة الأحد المبارك 18 من شهر رجب 79,300 هجرية على صاحبها أفضل السلام وأزكى التحية، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تم الكتاب بحمد الله.